لما جاوا بالدستور نتاعهم كما سبق وقلت، قلت أنا شخصيا يومها وفي البداية في الأيام الأولى اللي قالوا راح يجيبوا دستور جديد، قلت أنها يريدون دستور باش يشرعنوا فيه التدخل الخارجي، باش يشرعنوا فيه التدخل الخارجي ويولوا يبعثوا الجيش للخارج. يومها أنصارهم رفضوا، قالوا لا لا هذا لن يكون، وهذا لا مش صحيح، والجزائر وعقيدة الجزائر عدم إرسال الجيش للخارج، وإحنا ندافع على أرضنا في وطننا. قلت لهم سترون. وخرجت النسخة الأولى للدستور وظهر فيها هذا إرسال الجيش للخارج، وزادوا داروا حاجة وهي الفقرة الرابعة المادة 30 اليوم، اللي هي إعطاء الجنرالات يقومون بانقلاب متى شاءوا باعتبار أنهم هم الحامي للمصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد. يعني يجي جنرال يشوف باللي هذه الحكومة أو هذا الرئيس لما تكون عندك حاجة جابها الشعب ما عجباتوش يقوم بانقلاب. علاه يا خويا؟ قال هذون ما يحافظوش على المصالح الاستراتيجية، هما أصلا يعتبر السيفيل خونة أصلا، يعني في عمق التفكير تاع الجنرالات أن السيفيل خونة، هذا في العمق. وحتى الشباب اللي دخلوهم تاع الجنود والدرك وكذا يقول له واش كنت في السيفيل، تحسب روحك في السيفيل، يعني السيفيل هي ملطشة، هي حاجة تاع مسبة شتيمة. بعد ذلك خرج، وبعد نقاش وخرجوا دستورهم بطبيعة الحال، وجاهم السفير الأمريكي، الوزير الدفاع الأمريكي إلى آخر. هاو يومها واش كان في الدستور؟ المادة 91 الفقرة الثانية، يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد المصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرف البرلمان. وكان عندنا برلمان ويصادق، وكان عندنا برلمان كاش نهار فضلهم حاجة، وكان المهم. ومادة أخرى هي المادة 31 تشير تقريبا نفس الشيء، وقال لك يمكن في إطار احترام مبادئ أهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك في حفظ السلام. يعني مثلا على سبيل المثال اليوم هذاك أبو الغيط وزير الخارجية السابق اللي خرج يقهقه مع تسيبي ويذني وزيرة الإجرام الإسرائيلي يومها، واللي من ثم خرجوا وراحوا دمروا غزة، أعتقد كان في 2008، هذا اليوم هم جدوا له أمين عام للجامعة العربية. يعني غدوة هذا الشخص أبو الغيط، هذا واحد من كبار المجرمين واللي ساهم في قتل الفلسطينيين بإعطاء الشرعية للإسرائيليين بقتل غزة والغزاويين، يجي يقول لك والله احنا نريد ان نرسل جيوش من بلدان عربيه، يلا اعطونا الجزائر انتم واش عندكم. يعني هذا هو تولي الجامعه العربيه والاتحاد الافريقي، اما الامم المتحده فحدث ولا حرج، لانها محكومه من الخمسه الكبار، تريدون فقط ان تجعلون من الجنود يموتون ويقتلون ويقتلون، وانتم تضعون الاموال في جيوبكم وتحافظوا على النفوذ والشهوات اللي تسمى سلطة. ثم جاء الوزير الدفاع الأمريكي. متى جاء؟ ها وزير الدفاع الأمريكي، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يتحدث مع الرئيس العبد الجزائري عبد المجيد تبون، وكان هذا أيام قبل الإطاحة أو قبل خسران الانتخابات لترامب. وراح الوزير، لكن هذا ثاني وزير دفاع فقط أمريكي يزور الجزائر في تاريخ. زارها وزير دفاع الأمريكي اللي كان أيام بوش اللي ذبح أفغانستان وذبح العراق، وفي 2006 باسم مكافحة الإرهاب، وزار هذا الوزير أيضا باسم مكافحة الإرهاب. شوفوا ايش يقول لك في البيان. وناقش الوزير إسبر مع الرئيس تبون الأمن في جميع أنحاء شمال إفريقيا والساحل وسبل تعزيز الشراكة العسكرية والدبلوماسية الاستراتيجية بين الدولتين. المفروض لو كان نظام وطني مخلص الشعب، يا أنت أمريكي وش دخلك في شمال إفريقيا؟ شمال إفريقيا لأهل شمال إفريقيا، والساحل لأهل الساحل. مش هكذا كانت تقول الجزائر أيام الثورة والستينات والسبعينات، مش كانوا يقولوا هكذا؟ وما دخل الأمريكيين عندنا؟ لماذا تأتون إلى أراضينا؟ هذه شمال إفريقيا مش أرضكم. لا لا، ناقش معاه.
والشراكة العسكرية والدبلوماسية والاستراتيجية بين الدولتين. وش من شراكة عسكرية واستراتيجية بين الدولتين؟ دبلوماسية عسكرية استراتيجية تحسب كلمات كبيرة. وش من شراكة؟ إلا أنهم يأخذوا الأجواء نتاعنا، يتجسوا علينا، يأخذوا الثكنات نتاعنا وفق قانون، وفق اتفاقية ليليبوت، يعني يستخدموا الكازير نتاعنا، الثكنات نتاعنا متى تريد الولايات المتحدة، يستعملونا كقاعدة لضرب الآخرين خصومهم. وهم يقولوها، يقولوا نحن الجزائر شركانا في الحرب على الإرهاب. ما هو الحرب على الإرهاب؟ ما هو الإرهاب بالمناسبة؟ لحد الآن وبعد 50 سنة لم تستطع الأمم المتحدة أن تتفق، أي هذه الدول كلها، ما هو الإرهاب؟ ما كاش تعريف. هناك 220 تعريف للإرهاب، ولحد الآن لم يتفق على تعريف واحد، لأن الدول مختلفة في نظرتها للموضوع حسب المصالح. لكن أصبح كلمة الإرهاب هو السيطرة، هو الاستعمار الجديد والسيطرة على البلدان والدول بما يسمى الحرب على الإرهاب. كاين جماعات متنطعة ومتشددة وإرهابية، كاينين، لكن هل لوجود جماعة وجماعتين دمر لي وطن كامل وتقول لي الحرب على الإرهاب؟ ثم هذه القضايا تخص مناطق وأهل البلدان هذه. ثم جاء لودريون، بعدها وزير الخارجية الفرنسي، اللي هو أيضا كان قبلها وزير الدفاع. اسمعوا وش يقول. الجزائر على مشارف مرحلة هامة ستمكن الشعب الجزائري من التعبير في الفاتح من نوفمبر على مشروع تعديل الدستور. الرئيس تبون أعرب عن طموحاته لإصلاح المؤسسات لتقوية الحوكمة وإحداث التوازن بين السلطات والحريات، وسيعود للجزائريين وحدهم لترجمة آمالهم التي عبروا عنها بطريقة حضارية وبكل اعتزاز وفق رؤية سياسية بمؤسسات قادرة على تجسيدها. فرنسا تتمنى النجاح لهذا البلد الصديق في ظل الاحترام الكامل لسيادته. جاي بارك لهم لأنهم شرعنوا إرسال الجيش للخارج وفرنسا تريد هذه الشرعنة. والجن بعده، من بعده جت هذه. Nous avons également eu une confirmation d'un réengagement algérien et marocain dont je me félicite car il est important pour la stabilité de la région. Et nous avons pu mettre en place un haut représentant de la coalition qui sera un visage sahélien pour être garant de la bonne progression des piliers au même rythme et pour susciter. عجبتني هذه كثير، هذه تاع ان فيزاج سايليا، يجيبوا واحد هكذا بوشكارة من اهل المنطقة باش يخدم المنطقة. هاو يقول بكل صراحة أنه يسفليسيت، يهنئ نفسه، نهنئ أنفسنا بلو ريانجاجمون دي ماروكاين دي زالجيريان، إعادة الالتزام المغربي والجزائري. لماذا؟ إعادة الالتزام بماذا ولماذا؟ pour la stabilité de la région. توقف هنا لحظات أمام الاستابيليتي دلا ريجيون. عندما غزت جحافل الاستعمار الفرنسي الجزائر قالوا بور لا ميسيون سيفيزاتريس، المهمة الحضارية، ذبحوا منا الملايين في ظرف 80 سنة الأولى، وهذه بشهادة المؤرخين تاعهم، والمؤرخين تاعهم أيضا ومؤرخين إنجليز وغربيين آخرين قالوا كان الشعب الجزائري أكثر تحضرا علميا على مستوى التعليم والعلم والمدارس من الفرنسيين. وقال مؤرخ إنجليزي من أنه وجد في الجزائر في كل قرية مدرستين، مدرسة للذكور ومدرسة للإناث في كل قرية، وقال هذا لم يكن موجود في أوروبا. هذا الكلام في 1830-35 إلى آخره. وعرفوا، وراكم عارفين المهمة الحضارية اللي خلتنا من بعد فيها فرنسا. ثم لما عادت الثورة واندلعت في 54 كانوا يسموها لباسيفيكاسيون، إعادة السلم، إعادة الأمن والسلم والاستقرار إلى الجزائر. لماذا؟ لأن الفلاقة الإرهابيين المجرمين راهم يريدون إخراج فرنسا وبالتالي تدمير الجزائر. وانتصرت الثورة وسقطت لاباسيفيكاسيون، وسقط حتى لابي دي براف
خدعة عن تعديقول اللي كان يريد أن يخدع بها المجاهدين وثوار. الآن القوى الاستعمارية كي تريد أن تستعمر منطقة وش تقول؟ تقول لا ستابيليتي دلا ريجيون، لا سيكوريتي اي لا ستابيليتي، الأمن والاستقرار للمنطقة. أنا أطلقت عليه قبل سنوات قلت هذا هو الاستقرار الاستعماري، بمعنى نريد أن نحافظ على مصالحنا، نحن ننهبكم، نحن نحتلكم، نحن نأخذ أموالكم. وفي رئيس أمريكي شيراك مثلا قال يجب أن نتوقف على نهب إفريقيا على سبيل المثال، يا ليت يبعثها لي المساعد الآن، قالها في لحظة صفاء قبل سنوات. كلما تستمعون من رؤساء الدول الاستعمارية كلها الكبيرة هذه إلى سمعت كلمة لا سيكوريتي إلى ستابيليتي، فأعرف النهب والإخضاع، هذه الترجمة الحقيقية لها. إذن هنا ماكرون يقول il se félicite de la réengagement ou la des réengagements en fait des réengagements des Marocains et des Algériens pour la stabilité de la région. ومن بعد باش ما نطولوش لان هذا الموضوع كنا جبناه من قبل، واش يقول في نهايه هذا المؤتمر الصحفي اللي كان جاء بعد مؤتمر نجامينا. مؤتمر نجامينا بالمناسبه حضرات العصابه، حضروا بوقادوم وحضروا الجنرال الحركي قايدي اللي يسموه قديد، لكن في السر، المغاربه حضروا في العلن، هما حضروا في السر. ها واش يقول C'est la coopération avec l'Algérie et la France. Écoutez, j'ai eu plusieurs discussions avec le président Tebboune sur ce sujet. Il est extrêmement conscient du sujet sécuritaire et est conscient aussi de l'importance du sujet sahélien pour son pays. Et donc moi, je souhaite que nous puissions continuer d'avancer avec l'Algérie sur ce volet-là. La présence algérienne et marocaine au sommet de N'Djamena était, je pense, une étape importante dans ce réengagement. J'ai avec le président Tebboune un dialogue de confiance. Nous avons entre nos équipes des dialogues de confiance sur ce sujet. Et je pense qu'il faut ouvrir une nouvelle page de coopération sur le terrain, en particulier entre le Mali et l'Algérie, puisque c'est cette zone frontière qui est toute particulièrement concernée. C'est mon souhait le plus cher. Et la France fera tout ce qui est en son pouvoir pour être utile à ce dialogue et permettre des résultats opérationnels. L'insécurité au Sahel, c'est très clairement aussi... la source d'une insécurité en Algérie. Et donc, je crois que c'est l'intérêt bien compris des Algériens. OK. Voilà où est l'intérêt des Algériens. Voilà où est l'intérêt des Algériens. Smaatou, khawtna li yarfou le français, bien sûr, on fahmou koulch. Lakin lakhas, بالنسبة لإخواننا اللي ما يتقنوش فرنسية. يقول بصرح العبارة أنه يسفليسيت مرة أخرى يهنئ نفسه لحضور المغرب والجزائر لمؤتمر نجامينا. هل سمعتم في إعلام العصابة أن الجزائر حضرت مؤتمر يسمى مؤتمر نجامينا؟ هل سمعتوه؟ لا، لأنهم حضروا في السر، كذبوا على الشعب. أتحدى ما يسمى بوزارة الدفاع بشنقريحة وبما فيها أن يطلعوا بيان ويقولوا نحن لم نحضر مؤتمر نجامينا. أتحدى الخبارجي وتبونوا أن يطلعوا بيان ويقولوا نحن لم نحضر مؤتمر نجامينا، اللي هو تحذير لإرسال جنود للقتال في الساحل من أجل المصالح الفرنسية. هذا واحد. الأمر الثاني قال لك كوبيراسيون سير لو تيران، وقال لك لوبيراسيونيل اونتر لارمي الجيري لارمي ماليا، لارمي ماليا تحت النفوذ الفرنسي، يعني لارمي الجيريا مع لارمي ماليا والفوق الفرنساوي. وقال لك لي زالجيريان سون 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 كونسيون، تبوني كونسيون دو لا سيكوريتي والاخر تتورينا مصالحنا. هل مصالحنا هو ان تتواجد القوى الاستعماريه السابقه اللي استعمرتنا واستعمرت في المنطقه تجي هي تورينا مصالحنا؟ مصالحنا هي بين هذه الشعوب، بين هذه الدول. نحن جيران يجمعنا حتى الدين، لكن انسى الدين وانسى اننا افارقه وانسى اننا جيران، نحن بشر. نسكن هذه المنطقه، نتعاون حولها. ونعرف كيف نتعاون. هل الاستعمار اللي ذبحنا بالأمس هو اللي يشوف مصالحنا الآن؟ فرنسا هناك لأن هناك اليورانيوم وهناك الذهب وهناك المعادن النفيسة،
وهناك المصالح الاستراتيجية، ضف لها اليوم تدخل الصيني والروسي والتركي، فنحن أصبحنا لقمة سائغة بين هذه القوى المتصارعة على إفريقيا. إذن ماكرون في الحقيقة قال لا كوبيراسيون سي لو تيرا، قال مالي، قال لوبيراسيونيل، قال حضور نجامينا، قال كل هذا ما تقدروش تكذبوه. خلينا نشوف واش قال بعدها تبون. لماذا راني نعاود نجيب لكم هذا؟ لان فيه تكذيبات، راهو عاود كذب تبون اول امس واليوم السفاره الفرنسيه الى اخره، فراهم في حرج حقيقي من هذا الموضوع. تبون بالنسبه للساحل مؤخرا جينا النشط في اعاده احياء اتفاقيات الجزائر العاصمه لزاكور دالجي، وقع أول مرة منذ سنين وسنين في شمال مالي اجتماع تاع الهيئة اللي تشرف على تطبيق القرار، واجتمعت في مدينة كيدال، يعني في صلب وفي قلب شمال مالي تحت رعاية السلطات المالية. نبارك الخطوة وإن شاء الله مع الدول اللي حابة الخير والاستقرار المالي نخدموا مع بعض على اساس استرجاع. مع الدول اللي حابه الخير والاستقرار المالي نخدموا مع بعض. شكون الدول اللي حابه الخير والاستقرار المالي؟ فرنسا. مش قال قبله ماكرون لا ستابيليتي دو لا ريجيون؟ هاو نخدموا مع بعض. خلينا نعاودوا نسمعوها باش، لان راه كذب نفسه في الحقيقه. عاودوا سمعوها. نبارك الخطوه وان شاء الله مع الدول اللي حابة الخير والاستقرار المالي نخدموا مع بعض على أساس استرجاع طمأنينة والهدوء لأشقائنا في مالي. طمأنينة والهدوء، لا باسيفيكاسيون. فرانسيس كانوا يسموها السلم والهدوء، السلم والأمن، لا باسيفيكاسيون. نفس الشيء يعاودوا هذا الكولونيزي، هذا يعاودوا هذا تبون المزور اللي جابوه العسكر واللي باش يخدموا القوى الاستعماريه. ومن بعد واش صرا؟ صرا هذا. تصريحات الرئيس الفرنسي مؤخرا بمناسبه قمه الساحل، مجموعه خمسه ساحل، قال انه تحصل على تاكيد من الجزائر بانها سترسل قوات او سترسل جيش جزائري الساحل لقتال. تكم باللي الجزائر ما ترسلش، ومجرد ما ينطق باللي الجزائر ترسل احنا ما رسلوش، حتى لو كنا مقررين رسلو ما رسلوش. لا، هما شوف الجزائر المكانة تاع الجزائر لنا ندعي بها واللي هي حقيقة قوة ضاربة في افريقيا. هايس، رجعنا الحب الحب الكره من كره، قوة ضاربة في افريقيا. يعني أعطينا الدليل أنها قوة ضاربة في إفريقيا. أعطينا على واش هي قوة ضاربة في إفريقيا؟ يعني تنتج سلاح وتبيعه لإفريقيا، تنتج قمح وحليب وتبيعه لإفريقيا، تنتج أدوية وتنتج وتبيع سيارات وتبيعها لإفريقيا، غواصات وبارج حربية ودبابات تبيعها لإفريقيا. ما هو عندنا بنوك وشركات منتشرة في إفريقيا. حب من حبه وكره من كره، قاعد يقول في أي كلام، والله ما يصلح رئيس بلدية. كنا واحد الوقت نقولوا أفضل لك أن ترأس بلدية، من لا يصلح شيء. حب من حب، هذا ما عنده، عنده حب من حب وكره من كره. يحسب روحه راه يهدر في قهوة مع كاش أمثاله من البوجادية. هذا هو اللي تجيبه رئيس دولة، وقلنا لكم باللي أبشع اختيار ذاته هو تبون. طبعا احنا ما كنا نعترف بوجوبته أفضل عقل في الأرض، لأن لا شرعية إلا بشرعية الشعب وانتخابات حرة حقيقة، مش انتخابات دبابة. لكن مع ذلك عندما اخترته الأسوأ والأبشع والأكذب. حب من حب، احنا قوة ضاربة في إفريقيا. وين ضارب في إفريقيا أنت؟ وين تغرق الناس في 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 في, في شكارة الحليب وغارقة في الدينار مش قادرة تجيبه؟ وين؟ طلبة ياكلوا في
ماكلة ما يكلوهاش الحيوانات والجنود ماكلة أصلا ما يلقوهاش. وين؟ وين؟ أنت قوة ضاربة في أفريقيا، مش عارف وش من صنف راه يشربوا هذا. لكن مش هذيك برك، شوف وش يقول هنا. زيمبابوي عنده الجزائر وبس، النيجيريا جنوب افريقيا كيف كيف، لكن احنا عمرنا ما استغلينا هذا النفوذ تاعنا، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا كذا. نفوذ شحال من وزير خارجيه مشى جنوب افريقيا هذه 10 سنين؟ منين يدير 30 سفاريه؟ لا 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 شق البحر بلاك يمشي مره لافريقيا. احنا تواجد في هذا ما الوقت. يقول بصح لو كان نعود في حاله الردع نبعثوا حنايا، احنا في حاله الردع نبعثوا نقدروا نرسلوا جيشنا. ولذلك انا قلت لكم انتظروا بعد اسابيع او بعد اشهر، نهار اللي الفرنسيس خلاص يضغطوا عليهم ضغط نهائي راح تحدث عمليات ارهابيه كما يسمونها في الجنوب وربما حتى في الشمال، ويقول لك جاونا من النيجر ومن مالي لازم نروحوا ندخلوا. طبعا ذبابهم، اذنابهم، قنواتهم، جرايدهم، لويزا حنون، كل هذه الاصناف تلقاهم ما عندهمش مشكل، ما عندهمش مش بن قرينا ما كاش مشكل، قالوها العسكر وهم يتبعوا. لكن كاين شيء اخر هو هذا، السفارة الفرنسية بالجزائر تنفي صحة التصريحات المنسوبة للرئيس ماكرون بشأن مشاركة قوات الجيش الجزائري في الساحل. الحقيقة ارتكبوا خطأ فادح، لأن الضغوطات وخروج المعلومات خلاتهم خلات تبون يرتبك ويقول حاجة اللي هو يقول بمجرد أن قالها ماكرون. بمعنى أنه في الحقيقة لما نرجع للفيديو اللي قبله، ها هو اللي قال، ها هو اللي قال بمجرد أن قالها ماكرون، ها التأكيد من الجزائر بأنها سترسل قوات أو سترسل جيش جزائري للساحل لقتال. ثقا باللي الجزائر ما ترسلش، ومجرد ما ينطق باللي الجزائر ترسل احنا ما نرسلوش. أوكي، مجرد ما ينطق باللي حالي الجزائر ترسل احنا ما نرسلوش، معناها اللي ينطق هو ماكرون. إذن تكذيب السفارة الفرنسية هي الآن إشكالية بين العصابة تاعنا وسيادهم في الإليزي. فهنا السفارة الفرنسية حبت تسقم الأحوال وقالت أن ماكرون قد أعلن موقف الجزائر حول المشاركة عسكريا في مكافحة الإرهاب الساحل خلال قمة نجامينا، نفت أن يكون. وحسب بيان السفارة فإنما تم تداوله حول شبكات تواصل من معلومات منسوبة إلى الرئيس الفرنسي عارية من الصحة. وش من عارية من الصحة؟ مش من عارية من الصحة عندما يقول ريانجاجمون، عندما يقول اون سي فيليسيت دو لا بريزونس دي ماروكان دي الجيريان او سومي دو نجامينا، عندما يقول لوبيراسيونيل، عندما يقول لا كوبيراسيون سي التيرا اونتر الجيريا اي ماليا، واش من سوء فهم. هذا يسموه الرأي العام عندما يعرف المعلومات. الفيسبوك واليوتيوب عندما يصلون الى الناس، تحسبوا الناس حتى أنتم يا فرنسيس تحسبوا الناس مازالوا في السبعينات أو في التسعينات أو حتى في بداية الألفين، وتحسبوا الجزائريين ما يقدروش يتابعوا وما يقدروش يحلوا. آخر دبلوماسي يقدر أن يحلل لو كانوا صح ما همش تحت القبضة العسكرية، لكن الحمد لله جعلني أن يكون دبلوماسي وأنا أقاوم هذه الكمشة العسكرية، وهنا أصل بتحليلاتي إلى الشعب الجزائري. الآن راكم في ورطة كفرنسيس وكعصابة عندنا، لأنكم تحتاجوا الجيش، لكن الآن تخافوا لأن الشعب الجزائري راح يعس، وبصح أنتم في النهاية ما عندكمش خيار، وفي لحظة معينة تضطروا أن تضغطوا على العصابة باش ترسل الجيش. لعلي أطلت في هذا الموضوع، لكن هذا موضوع خطير جدا إخواني، هذا موضوع بالغ الخطورة، يتعلق بأبنائكم، بإخوانكم، بشعبكم، بضباطكم، بجنودكم وببلدكم. انكسار الجيش الجزائري خارج الجزائر يعني نهاية الجزائر لا قدر الله. وهذه العصابة ما يهمهاش، طائرات رايح حاضرة في بوفاريك وحاضرة في وهران وفي عنابة وين متواجدين، وعندهم حتى جهة الشراقة بالمناسبة الآن لما اكتشفوا الناس بوفاريك راه كاين واحد المطارات عسكرية خاصة راهم سقموها وممكن تطير منها الطائرات الخاصة.
إذن العاصمة كلها وما جاورها عسوا هذه العصابة. أهل الشراقة الآن انتبهوا مليح للمطار اللي موجود في الشراقة.